في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير شرعية عن طريق البحر، وبناء على معلومات مؤكدة تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بترقة مجموعة عين دمشن من توقيف 10 أشخاص كانوا بصدد تنظيم عملية الهجرة غير شرعية نحو الضفة الأخرى بالضبط بالشاطئ الصخري غير محروس الحريشة بلدية ترقة. هذه العملية أسفرت عن توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 إلى 51 سنة مع حجز زورق مطاطي محرك بقوة 40 حصان نوع يامها، مفتاح شمعات الاحتراق، شمعتي احتراق منظار نهاري، 10 هواتف نقالة، مصباح مائي، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر ب 500 أورو، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب 146,500 دينار جزائري، سيارتان سياحيتين الأولى نوع رونو ميغان والثانية نوع رونو لاغونا، أين وجهت لهم جناية تهريب المهاجرين عن طريق جماعة إجرامية منظمة والقيام بتدبير الخروج من تراب الوطن. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تيموشنت. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.